عنه ممثل الإمارات الوحيد الذي يصل إلى هذا الدور. ولدينا قطبي العاصمة النصر والهلال، ولدينا فريق إيراني يواجه الهلال بعد هذا اللقاء في الملز. وهناك في جهة الشرق نتحدث عن ثلاث فرق كورية وفريق ياباني. بوهانج الكوري يواجه ناغويا الياباني، وتشونبوك وأوسان في مواجهة كورية خالصة غدا كذلك بحول الله تعالى. كرة من جديد، انطلاقة حاضرة، فتاح عبد الفتاح يتقدم ينتظر، لمسة على طول إلى ماشا، ماشا يبحث عن المساندة من جديد، صليهم لمسة بالكعب، ماشا عبد الله جول، الله، حان وقت النصر بآسيا، أنا النصر والنصر أنا، أعلنها عبد الله، أعلنها ليث الأطلسي، أعلنها الفتاك، أعلنها باشتعال، أنا النصر والنصر أنا، وحان وقت النصر بآسيا. الله، هدف جميل، هدف يا عيني، يا سلام، يا حلاوة، الله 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 يا عبد الرزاق، الله، أيها الظاهرة، ظاهرة استعاد بريقه وماله الدنيا وشاغل الناس، أعلنها ليث الأطلسي يعلنها باشتعال، أنا النصر والنصر أنا، وحان وقت النصر بآسيا. الله يا عالمي، الله يا أول عالمي، أن يكون أول الواصلين لنصف النهائي. إنه عبد الرزاق حمد الله، إنه الجلاد، يبدأ بالجلد الآن، يبدأ في الدقيقة السابعة أمام جمعة، أمام الوحدة، أمام أصحاب السعادة، لم يذوقوا إلا النصر، يكونون في قمة السعادة الآن بهدف أول لعبد الرزاق حمد الله. يا سلام يا سلام يا سلام، الله على البداية الرائعة للعالمين، بداية غير عادية، بداية جميلة، بداية رهيبة، بداية فظيعة، بداية بداية أحلى من كذا، بداية ما فيه، وأحلى من كذا عودة ما فيه. لقد عاد الكبير، عاد، فمرحبا بالكبير، الكبير عاد، فمرحبا بالكبير، الجلاد عاد، فمرحبا بالجلاد، لقد استعاد بريقه. وكرة من جديد، انطلاقة حاضرة، ماشا يتقدم، مشاربه على طول فتاح، عبد الفتاح بيحط، يا سلام على الحطة، ماشا بيعرض، بيهيئ، بيسدد، بيراوغ على القوس، سليم كراتك مرت، عادت بجديد، حمد الله لتاليسكا، وتاليسكا على طول لحمد الله، وحمد الله لتاليسكا، وحطت على طول لجلال الدين مرشاربوف، جلال الدين، ما شاء ما شاء، إنها أول الواصلين، مشاريبوف بيسجل أول أهدافه في نادي الوحدة
بعد أن كان في الإمارات مع شباب أهلي دبي لم يسجل، الآن يفعلها في الليلة الكبيرة والمباراة الكبيرة، هدف عن طريق مشاري بوف. نعم، الفوز الليلة يتحقق حتى الآن عن طريق حمد الله وماشا عبد الرزاق الجلال، يتقدم للثالث. اطربني يا عبد الرزاق، الله على كرة والله على التقدم والله على الحضور لعبد الفتاح عسيري، اعطاه اياها، اعطاه عبد الرزاق. فرصة كبيرة للنصر كذلك للهلال لاغتنام هذه البطولة كونها تقام الان. ماشا حطها، الله جلال الدين، حطها على طول وقال النصر إلى نصف النهائي، يعلنها. حان وقت النصر بآسيا، حان وقت القبض على القارة. ليلة كبيرة عند الإمارات، على طول كرة مقطوعة، الله على العمري، وصلها لتاليسكا، تاليسكا يرغب بتركي بصمة، الله هذا خيال، لكن في راية، في راية، يا له من خيال في هذه اللقطة، حتى لو ما كانت هدف، حتى لو ما كانت هدف، الله على كرة ما فيها تسلل، صدقني حيحسب الخامس. لو الاسترالي على الفي اي ار ايفانز روبرت راح يقول ما فيها تسجل، ولاعبي يخليك تحط رجل على رجل وتقول الكوره ولا فلا. هدف خامس، هدف خامس للنصر، النصر يعلنها باشتعال. اعطوني بيروزي ولا الهلال، يعلنها بخماسيه وباشتعال. هاتوا للثلاثاء بيروزي ولا الهلال، الله على كرة من تاليسكا، حضر على طول لأيمن يحيى، الله على هذا الطرف، الله يا مزيكا، الله يا فن، يا جمال، يا مدرسة، يا عالمي اللي كله لعبك هندسة في هندسة. الله 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 الله، ليلة تاريخية، ليلة كبيرة يا اسماعيل مطر، ليلة كبيرة بخماسية. البطولة آخر البطولات القارية لإسماعيل مطر، أعتقد أن إسماعيل مطر قدم سيرة في الله 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 الله، حتى جماهير النصر تصفق.
الجميع يصفق إجلالا واحتراما لهذا العملاق الكبير. الله يا سمعة، الله على هذا الهدف الجميل، الله على السيرة التاريخية الرائعة والفريدة لنجم وأسطورة الكرة الإماراتية إسماعيل مطر. الله على الارتفاع، الله على